مركز سنابل لزراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في البداية نشكر صديقي أحمد على مشاركته الفعالة في توضيح فكرة الفيديو. القصة بدأت من هنا. يوجد مادة اختيارية في كلية الطب، مادة لتعليم لغة الإشارة، فسجلت في هذه المادة يعني من مبدأ تعلم لغة جديدة. دخلت المحاضرة وكان هناك تقريبا 15 شخصا أو طبيبا، يعني هذه المادة تدرس في كلية الطب وبالتالي كلهم أطباء. جلست في إحدى المقاعد منتظرا قدوم المحاضر، ثم نظرت بجانبي إذا بشخص من أصحاب البشرة السوداء، يعني فعلمت أنه أجنبي، يعني الأتراك بيض البشرة، فشيء جميل يعني ألا تكون الأجنبي الوحيد بينهم. فقلت له مرحبا وعرفته عن نفسي باللغة التركية، ثم سألته من أين هو، فأجابني بلغة تركية ضعيفة جدا أنه لا يتكلم التركية جيدا. فقلت له Do you speak English؟ قال نعم. فأخذت أتبادل معه أطراف الحديث باللغة الإنجليزية لحين قدوم المحاضر، وفجأة دخل شخص كبير في العمر عليه علامات الوقار، فعلمنا أنه المحاضر. ثم ساتت لحظات من الصمت، كان الجميع ينظر له وهو ينظر لنا دون أن يقول أي شيء، كان الأمر غريب نوعا ما. ثم بعد ذلك قام الأستاذ بهذه الحركة، علامة الاستغراب التي على وجهك الآن كانت على وجهي أنا والحاضرين. ثم كذلك الأستاذ قام بالكتابة على اللوحة، أنا مدرسكم فلان، وأنا ولدت لا أسمع ولا أتكلم، وأنا سأدرسكم هذه المادة. فعلامة الاستغراب ازدادت على وجوه الحاضرين، كيف ستدرسنا وأنت لا تسمع ولا تتكلم؟ ولكنني كنت جالسا هناك بهدوء وابتسمت ابتسامة النصر وكأني أعلم أكثر منهم، لأنني تذكرت قبل عدة سنين عندما تعلمنا اللغة التركية تعلمناها من معلمة لا تتكلم سوى التركية. كانت إذا أرادت أن تشرح لنا شيء ترينا صورتها، فمثلا ترينا صورة تفاح وتقول إلما، فنفهم أن كلمة إلما تعني تفاحة وهلم جرى. ولكن الوضع غريب مع هذا الأستاذ، قد يقول أحدكم فهو لا يستطيع الكلام أو يتكلم بلغة الإشارة. القصة ليست هنا، فالأمر بسيط أحبتي في الله. كان الأستاذ يكتب على اللوح جمل ثم يترجمها لنا بلغة الإشارة، مثلا هذه الإشارة تعني أنني أحبكم وهلم جرى. ثم تقريبا مضى نصف ساعة من الدرس، كنا منشغلين بتعلم حركات جديدة وكان الدرس ممتع جدا. ثم تذكرت أن الشخص الذي بجانبي لا يتكلم التركية، فكيف فهم معاني الجمل التركية ثم فهمها بلغة الإشارة؟ فالتفت إليه وقلت له Do you understand what the teacher is talking about؟ فقال لا. طب ساكت ليه؟ يعني ليه ساكت؟ يعني وهنا نقطة مهمة أحبتي في الله، إياك ثم إياك ألا تسأل وأنت في وضع المتعلم. فأدبت رأسي عنه وفجأة إذا به يقف من مكانه ويقول للأستاذ بصوت عالي أمام الجميع Sorry I don't understand what are you talking about because I don't know Turkish. فبدأ الجميع ينظر إليه مستغربا ماذا يقول، لأن الأتراك لا يتكلمون اللغة الإنجليزية والأستاذ لا يسمع أساسا. فشعرت أنه يجب أن أترجم لهم ما قال وأن أساعده، فأعدت نفس كلامه باللغة التركية للجميع، وأنا في نصف الكلام تذكرت أن الأستاذ لا يسمع، فأنا لمن أترجم أيضا؟ فأصبحت محرج معه. فاقترب الأستاذ مني وقال لي، فعلمت أنه يريد مني أن أعيد ما قلته، فأعدته له باللغة التركية. فبدأ الأستاذ بالضحك وفهم الموضوع، اتضح أنه يقرأ الشفاه. المهم حل المشكلة ذلك للأخ ونقل إلى درس اختياري آخر. بغض النظر عن الموقف المحرج، تعلمت شيئا جديدا، تعلمت أنه لا يوجد شيء يسمى مستحيل في حياتك. لذلك أحببت أن أنقل لكم السيرة الذاتية لهذا الأستاذ الفاضل وأن أنصحكم بتعلم لغة الإشارة، لأنها أسهل لغة في العالم، تعلمتها في شهر واحد فقط تخيل، وأنت أيضا يمكنك كذلك. هدفنا من هذه القناة أحبتي في الله أن نسلط الضوء على أمور قد لا يلقي لها بقية اليوتيوبرز أهمية، ولكنها بالفعل ذات أهمية. ولو تمعنت في القرآن الكريم في سورة آل عمران تجد أن لغة الإشارة ذكرت بها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طبعا لن ندخل عليكم أحبتي في الله بالتكلم عن تاريخ لغة الإشارة إلى آخره، ولكن هناك أمر واحد فقط أشعر أنك بحاجة لمعرفته، وهو أن لغة الإشارة ليست لغة عالمية،
فمثلا يعني الصم العربي إذا تقابل مع الصم التركي لا يفهم عليه بلغة الإشارة، لأن لغة الإشارة تعتمد على ثقافة ولغة المجتمع نفسه. فمثلا هذا الأستاذ الفاضل يستطيع القراءة والكتابة في اللغة التركية وقراءة الشفاه إذا تحدثت باللغة التركية، وبالتالي عندما يقابل شخص لا يسمع ولا يتكلم عربي لا يستطيع قراءة شفتيه لأنه لا يتكلم اللغة العربية. وهلم جرى. أمر آخر، أن هذه اللغة تعتمد اعتماد كبير في حركات اليدين والوجه بشكل خاص. طيب لنفترض أن شخصا لا يسمع ولا يتكلم ومصاب بشلل كامل، لا يستطيع تحريك أطرافه، كيف سيعبر عن نفسه؟ هنا أنصحكم بالقراءة عن حياة ستيفن هوكينج، أعتقد أنك علمت الإجابة قبل أن أخبرك إياها. في النهاية أحبتي في الله، أنت بسماعك لهذا الفيديو يدل أنك في نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة السمع، فاحمد الله فالحمد لله. شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.